عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا متنساش نعمل لايك نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن الاعلامي حفيظ دراجي، وهو طبعا بيتحدث عن انه كل الشعب الجزائري لازم يدافع عن الوطن ضد الحمله الممنهجه المقامه عدم الحياد، وانه ما ينفعش حياد في موضوع زي ده، لازم يتبت في الامر يعني بت تام جدا جدا، وما ينفعش انه ان الشعب يبقى محايد، لا احنا عايزين ناخد رد فعل يعني قوي، لان واضح ان في حمله ممنهجه ضد الجزائر. لكي ادعوهم بهذه المناسبه الى الالتفاف حول وطنهم. ادعوهم الى الرد، لا ادعوهم الى التهكم ولا الى التهجم ولا الى سب الناس ولا الافتراء عليهم ولا انتهاك خصوصياتهم ولا شرفهم ولا تاريخهم ولا ثقافتهم ولا عاداتهم ولا مبادئهم. فقط أريد أن أدعو الجزائريين إلى الدفاع عن جزائرهم. أدعو الجزائريين إلى الدفاع عن حملة الاختطاف التي تتعرض لها الثقافة الجزائرية والتراث الجزائري والتاريخ الجزائري. أنا هنا طبعا لا أدعو إلى رد الفعل بنفس الشكل كما قلت من البذاءة والسخافة والحقارة وقلة الأدب. لا أدعو كذلك إلى التعرض إلى أعراض الناس ورموزهم وشرفهم، لكنني أدعو الشعب الجزائري كله، أقول كله بكل أطيافه، إلى الفعل والانخراط في دفاع عن قيمنا ومبادئنا وشرفنا وقيمنا وهويتنا وثورتنا ومكتسباتنا وأجيالنا الصاعدة. الدرجة التي بلغتها الحملة التي تتعرض لها الجزائر خلال أسابيع، خليني أقول الأشهر القليلة الماضية، حملة كبيرة جدا. تحولت هذه الحملة إلى سياسة تقريبا ممنهجة لتهديم وتحطيم والتشكيك في كل ما هو جزائري بصفة عامة. بلغ بهم الأمر درجة التشكيك في هويتنا، بلغت بهم الأمر درجة التشكيك في عقيدتنا، في ماضينا، في حاضرنا، في مستقبلنا، في ثورتنا، في شرفنا، في الكثير من الخصوصيات الجزائرية، وبلغ بهم الأمر درجة التشكيك حتى في جغرافيتنا. وبالمناسبة أيضا أوجه دعوة لكل الجزائريين، أدعو بالدرجة الأولى النخبة، أدعو المثقفين، أدعو المؤرخين، أدعو الكتاب والأدباء والشعراء والممثلين وحتى الفنانين والرياضيين، وأدعو بالدرجة الأولى كذلك المؤثرين في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. نتمنى كل النصر والتوفيق إن شاء الله للجزائر وشعبها وأهلها بإذن الله تعالى. حضرتكم على ألف خير يا رب في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمان عايز أعرف رأي حضرتك.